بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنعمل تيستر لاختبار الليدات بتاعة شاشات التلفزيون. طريقة سهلة ومش مكلفة، يعني مش هتكلفنا حاجة. يعني أنا هطلع حاجات من الخردة وهعملها، يعني تابعوا معايا الشرح وتشوفوا ازاي إن شاء الله. ده كل اللي احنا هنحتاجه ان شاء الله. طبعا الشرح ده للمبتدئين. احنا هنا ان شاء الله عندنا ده السالب وده الموجب. احنا كل اللي احنا هنعمله هنوصل ده كده، السالب مع السالب، ودول كده الموجب مع الموجب بالشكل ده ان شاء الله. تمام، تابعوا معايا الشرح. زي ما انتوا شايفين كده، السالب مع السالب، وهنا الموجب مع الموجب. كل اللي احنا هنعمله هنوصل دول كده في دول، تمام، على نفس الاتجاهات كده. هيتوصل ده على التيار 220 فولت من هنا وهنا، 220 فولت على حسب الرسمة اللي هتشوفوها ان شاء الله. وهنا هيتوصل الموجب اللي داخل على الليدات، وهنا ده هيتوصل على اللمبة اللي هتوصل على الليدات هتطلع السالب. تابع معايا الشرح. احنا هنجيب حتة سلكة، هنوصل السلك ده على السالب اللي هنا، السالب ده، آسف، السالب ده. هنجيب حتتين سلك تانيين يكون لونين مختلفين. طبعا احنا قلنا ده السالب، يبقى على طول قصاده الموجب. هنوصل فيه الطرف ده،
السالب هنوصله فين؟ احنا وصلنا طرف هنا، هنوصل الطرف التاني هنا. هنوصل هنا واحد وهنا واحد. ده كده احنا خلصنا التستر بتاعنا. ومننساش برضه نلف هنا عازل. كده تستر جاهز للتجربة، نجربوه. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. برضه ما ننساش ان ده في كهرباء 220 فولت. خلي بالكم هنا فايدة اللمبة، ان اللمبة دي بتخرج فولت للديت على قد الاستخدام، عشان محدش الكهرب ما تلمس التروف دي بايدك. انا اهو تمام. بنفس الطريقة احنا نقدر نجرب الليد لوحده، يعني لو عايزين نختبر الليد لوحده نختبره عادي، ونختبر مجموعة ليدات على بعض عادي، يعني مش مشكلة. ده كويس. انا بصراحة انا عامل نفس الموضوع ده، نفس عامل نفس ده يعني في الدويل ده. هنلاحظ أنا هنا مركب 4 ديود بنفس الطريقة، قفلتهم جوه الدويل ده، وعامل لهم مفتاح زي ما نزل في الدويل زي ما هو، وصلته تمام. حلو الكلام، حلو الكلام. وعامل كابل بتاع الافوميتر او المالتي ميتر، عامل ليه مكان هنا اهو، وهنا اهو. ده كده التستر بتاعي اللي انا بشتغل بيه. كل اللي انا بعمله فك اللمبة دي مكانها تاني.
اركب دي هنا زي ما انتم شايفين كده. شكرا للحاجات دي. اتفضل. شكرا. احنا كده عرفنا الفكرة ايه، نفس اللي انتوا شفتوه انا عامله جوه ده، تمام، بس بالشكل ده عشان يبقى ايه شكله كويس. ومعايا دول بتوع الافوميتر او المالتيميتر، هنجربه. عندنا اهو واخدين بالكم، ويندوز ده مشغله فترة يعني مش هيزعلنا في حاجة. ده احنا نجرب بيه اي لدات، اي مقاس، اي فولت، مش فارقة، بس بأكد عليكم نخلي بالنا تاني ان ده 220 فولت. لما بيوصل هنا بيخرج على قد الليد نفسه، على قد استهلاك الليد نفسه، فاحنا نخلي بالنا من الموضوع ده. كده احنا عملنا لكم تستر الليدات. يا ريت لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وتعليق. السلام عليكم ورحمة الله.